السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. خوتي نوليو للبولا. دينيرو المغربي هذا محبوب الجماهير يرشح الجزائر، قلت هي اللي راح تدي الكاس افريقيا ان شاء الله. هنا نتفائلوا الخير للمنتخب نتاعنا الجزائري، نتفائلوا له كل الخير والتوفيق، وان شاء الله نعلقوا الثالثه بربي ان شاء الله نجيبوها، وخلي يسرى اللي يسرى. هذه نروحوا نشوفوا الفيديو دينيرو واش يهضر على المنتخب الجزائري، ويقول لك باللي انا ارشح المنتخب الجزائري بالفوز باللقب في كوت ديفوار ان شاء الله يا ربي نديو كاس افريقيا. اتفرج معايا الفيديو وما تنساش دير شير كومونتير وتخلي الاشتراك نتاعك باش يصل كل ما هو جديد، ولا تبخلوا علينا باللايك، وسوف نستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شاهدوا معنا هذا الفيديو. السلام عليكم، اليوم جيت باش نهضر لكم على لاكوب دافريك 2024 اللي كاينه في كوت ديفوار. وصلوني بزاف ديال لي ميساج في تيك توك في الفيسبوك، قالوا لي تكلم لينا على لاكوب دافريك، شكون غادي يدي لاكوب دافريك في هذا العام؟ كمغربي نحيدوا العاطفه، انا بدا نحيد العاطفه ديالي ونقول لكم كنهضر على راسي، سمحوا لي لارجيري ديها. علاش غتقول لي علاش يديها؟ انا نقول لكم علاش، باسكو الفريق الجزائري الشقيق ما كانش مؤهل في لاكوب دي مون ديال قطر، ياك نجيكم تدققوا غير تفهموني. كان واحد لي بروبليم مع لي زاربيتراج، كان واحد الخطا، وداك الخطا بان لنا العالم كامل، بان لنا الخطا اللي داروا لاجيري البيدي سليماني كونتر الكاميرون حيدو، داكشي كانوا متفقين سي با غاف، داكشي انا نسيتو جوني. ولكن لي جانجيريان تقات اليوم هنا وكانوا تما في لاكوب دي موند، يقدر يلعب لك الدومي فينال كونتر المغرب نورمال. علاش؟ باسكو هما كيلعبوا على الدرابو، هما ما كيلعبوا البالون، الراس ديالهم شنو كاين؟ كاين الشعب الجزائري والدرابو والله يرحم الشهداء، كلشي كاين هنا في الراس، ما كيفهموا حتى واحد لا كير. هادي خاصك تفهموها شنو هو اللاعب الجزائري. اللاعب الجزائري ما كيلعب ما كيدير القميص، الجزائري ما عنده حتى حاجه، عنده همه، عنده الشهداء الله يرحمهم، وعندهم الشعب الجزائري هنا لداخل، وعندهم الرئيس ديالهم، هما يخمو هكا هما. سي بوغ سا هما كيلعبوا 90 مينوت الماتش كامل نورمال، اي سون با فاتيكي بحال لي زونغلي، هما كيلعبوا. نجيكم انا من الاخر، انت بحال دابا داك اللاعب ديال سليماني اللي خلا بزاف ديال الفروق في السعوديه في قطر في الامارات، ومشى لك تل البرازيل في كاين الكره، المرض ديال الكره في هذيك البلاد، ويماركي لك تما راه سليماني صاحبي راه فيه دوميت لي زيبول، تقول صاحبي تبارك الله عرفتي كداش وشنو انت مريض، انت راه يقول لك يضربك بلي زي بولي سيتر ليبيا من الكوت ديفوار تلقى راسك في ليبيا، شتا مريض انت صاحبي. راه صحيح راه ماشي بقيت كتشوف التلفازه، خصك تشوفو على المباشر، انا شفتو على المباشر مع مي كيكلم عليا شفتها في تولوز، عرفتي كداش صاحبي، راه باب هذاك باب. سي بوغ سا هو اللي كيدخل كيماركي عليه، باسكو صحيح في اللاج ديالو في كلشي ديالو مازال كيماركي في محرز قريب لك يكمل الكاريير ديالو، خاصو يدي لاكوب دافريك صحه يديها، علاش عنده تكنيك احسن لاعب في لندن في لي زونغلي، احسن لاعب في السعوديه، عنده تكنيك عنده لي باس انسان محترم ناس ملاح، عندهم ديفونس ما شاء الله ديفونس عندهم صحيح، ديفونس عندهم مدرب بحال وايد دركراكي ما شاء الله، انا كنحبو واخا كاين بزاف ديال الصحافه كيديروا له العصا في الرويضه، مي سي با غراف، هذاك انسان انتيليجون عنده في راسو، لاعب البولا لعب اوروبا لعب لا ليغ شامبيون لعب فينال ديال لا كوب دو فرانس، الانسان اللي دوز الكره يعرف الكره شنو بحال وايد دركراكي عارف شنو هي. نحيدوا العاطفه نقولوا صراحه، داو لا كوب دافريك يديو لا كوب دافريك الثانيه باسكو كيعرفوا الكود، راه الكره راه كود، راه ماشي اجي ولعب، راه دير ميسي ودير هولندو ودير مارادونا راه ما ديهاش، خاص واحد الكود، خاص واحد المدرب هو اللي كيعرف شنو كيدير. هادي وحده، هادشي كامل هي وحده. دابا الجو شنو هو الجو؟ الجو هو الجمهور،
اللي خاصكم تعرفوا اليز افريكا الجمهور الجمهور الجزائري الشقيق راه ما كيلبسوش كيط ماليمونيه ولا خد صفرانه كلشي خضر راه كيجي من الله نجري لابس الخضر تكون الثلج ولا تكون الشمش ولا تكون التبروري هو يلبس كيطمه خضراء ديال بلادو هذه هي الحاجه اللي كتعجبني عليه يعني. كيعجبوني الشعب الجزائري كيجيب بالدرابوات بالمايو ديال الجيري كاع داك داك لو موا ديال ديال لا كوب دافريك هو لابسه باسكو له حب الوطن هو ما كينساش لو باسي ديالو سي بور سا انا داك الشعب كيحمقني انا خاشر ولا رابح كيبقى يشجع سكالافر كيعطيك واحد الروح رياضيه كتولي جريندايزر في التيران كتولي فوندام والشعب ديالهم غادي يجي لك من الجيري سكا كوت ديفوار وصحاب غادي يجيك في كارون كل واحد عنده طياره هذيك الطياره شحال كتهز 300 بيرسون بترول خاف بترول فابو ما كاين يعمر لاخر بيلوت مع الناس كاع الدبلوم ديال البيلوت ما على بالوش بيلوت واعر هو بيلوت خاطا شامبيون يهز لك 300 بيرسون 200 بيرسون كيديهم من الجيري سكا كوت ديفوار كوت ديفوار شنو كاين تما كاين واحد عنده دراهم واحد شاري كارتي كامل بهذيك الكارتي ستاب اللي غادي يلعبوا فيه لانجيري حدا هذيك الكارتي هذيك الكارتي شراها كامل شحال شي هذا السلام عليكم شحال 25000 ولا شحال البارطومون هنا انا ندي كلشي هذا الحزق كامل نديه يديو بعيالاتهم كلشي ديالهم ما كاينين خريج شتي ما راه نتوما صابر جمهور هذاك جمهور عنده المال عنده دراهم نقسم لكم بالله لا غادي راه ماشي صباغه ولا كندير لهم الشيتا ولا انا كنبغيهم انا عايش معاهم عايش معاهم كيشريو كلشي هما كيرتاحوا كيبدا الماتش الماتش كيبدا مع 20 هما راهم 8 7 دو ماتا في الستاد كيحيدوا داك لا سيكوريتي ديال كوت ديفوار كيحيدوا كيديروا سيكوريتي انجيريا كلشي مخلص كلشي مصاوب كلشي مقاد عاد تقول انت يلا جيني غادي تخسر والله ما تخسر وعقلوا هذا الميساج يديوه بواحد الطريقه غريبه وعجيبه هما دايرين البلان ديالهم وعارفين شنو كيديروا سي دابا الجمهور راهم تما في كوت ديفوار حدا السطاد كيضربوا المشوي راه ما عندهمش موال ما عندهم والو هما خصهم يديو هذاك لاكم من تما كيديوها انا عندي صاحبي عنده طياره والله العظيم الا عرضني قال لي اجي معايا لكوت ديفوار نجي نديك من تولوز من الجي اوغو يضرب اوغو الجي هز واحد واحد جروب مقاودين من الجي قال لي يجي عندي الى تولوز يحط الطياره ديالو في الجرده من الجرده قال لي نهز ديك نديك الكوت ديفوار ما على بالوش هو مي على دراهم البترول اصاحبي واش نتوما مراكش البترول يتكلم واش نتوما تتحاول تسد ليا الطياره وتنزل عاد الكار وما عنديش الفيزا ما كاين لا فيزا لا والو بحال ايامات ديال بوتفليقه في السودان الله يرحمه انا عندي صحابي والله العظيم جاو من الجيري تسكا السودان في 2009 بلا باسبور من دومي من 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 الجيري السودان من السودان دخلوا لتركيا من تركيا راهو في الطليان تزوج ولدو الله يسهل عليهم انا باش نقول لك بنادم جادور بنادم فرحان وناشط وغادي نورمال عايشين عرفتي في الطياره مارشاريه انا ما عمرتش في الطياره مارشاريه كيديروا عندي صاحبي طياره مارشاريه بحال هكا كيصوت والله العظيم هكا شوف كيصوت بحال هكا كيتلاقى مع صاحبه هو عنده طياره يقول له عبد القا كيحلوا الجاج زد شنو عندك شي قهوة؟ وي وي عندي قهوة هاك ها قهوة ها كيعطي قهوة نورمال في السماء شتو مامور هذا صاحبي في السماء ما كاينش بيلوت يديرها هادي في السماء كي الاخر كيعطي كارو هو كيعطي قهوة في السماء هما غاديين كيطلع المرية بحال غادي بواحد بحال شي كرويلة غادي بيها نورمال تدبر لي يا صاحبي والله تيديوها نقسم لكم بالله عندهم لينير ديال لاكوب ديال موديكا في قطر ما ينساوهاش هو انا عندي واحد الشعب الجزائري شعب حنين الشعب مربي ولكن ما كينساش الا دار فيه شي واحد شي حاجه خايبه راه ما كينساش دابا القضيه ديال لاكوب دي موند والحشيه ديال